فقرتنا هلا زينب بتحكي يمكن بشكل كثير مبسط عن التكافل الاجتماعي، كيف بنقدر نحققه بطريقه كثير حلوه. لما بنقول عن سوق الفصول الاربعه اكيد بنحكي عن فكره عن تبادل المنتجات بين سيدات من مختلف الشرائح المجتمع، سواء يكون هذا الشيء من انتاجهم او حتى من الفائض عن حاجه الاسره. البيع كمان عم بيكون باسعار منخفضه ومناسبه ايضا. رح نحكي عن هذا الموضوع وهذا السوق المميز، اكيد بصيرنا نرحب بالسيده هناء العكش المسؤوله عن تنظيم السوق، والسيده هناء مدني وهي ايضا مشاركه بالسوق. يسعد صباحكم، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يا هلا. يعني رح ابدا معك ست هناء، نحكي شوي عن فكره السوق. ليش سميتوا الفصول الأربعة؟ إمتى بدأت الفكرة؟ خبرين عنه لإمتى بيستمر؟ هلأ الفكرة إجت إنه كان في تدريب للسيدات على إعادة تدوير الأقمشة المستعملة. تمام. فهني عم يصير عندهم إنتاج، فطلعت فكرة السوق مشان تصريف المنتجات اللي هي أعمال يدوية. بعدين صار تضمن مو بس إعادة تدوير الأقمشة، إنه أي شيء يدوي، كروشيه، إكسسوار. هي ليش اسمه الفصول الأربعة؟ كان لشغل الإيد، لأنه كان فصلي، يعني بالربيع في سوق، بالشتاء في سوق، بالخريف في سوق، بالصيف في سوق. بضمن هذا السوق يلي هو بدي من أعمال السيدات وقت بلشوا يعملوا إعادة تدوير أقمشة يعني ويتدربوا عليها. بهذا السوق كان في عنا طاولة، دخل الطاولة اسمها عتيق للبيع. بعدين من هي الطاولة طلعنا بسوق تاني اسمه سوق عتيق للبيع، هذا شهري، كان كل شهر بيكون. تمام. سوق الفصول الأربعة لشغل الإيد وسوق عتيق للبيع بيتضمن دائما مأكولات منزلية وموني منزلية. دائما في حدا بيشارك بمونته بمأكولاته، يعني احنا بنشتري هنيك بناكل وهيك. اه حلو. ايه، فهي الفكرة كانت كلها لا يعني هو عمل نسوي أهلي بحرك المجتمع شوي، وخاصة نحن بهي الظروف حالياً. ليش ما عاد لا اسمه عتيق للبيع ولا اسمه سوق الفصول الأربعة لشغل الإيد؟ لأنه القوة الشرائية صارت صعبة على الجميع. صحيح. فما عاد إذا عملنا سوق الفصول الأربعة لشغل الإيد ما عم يجي كتير زباين يشتروا هاي، فدمجنا السوقين مع بعض وصار اسمه سوق الفصول الأربعة. اه حلو. بس كل شهر بنعمله، وبقاب عملناه مرتين. كثير حلو. ايه كثير حلو. ننتقل لعندك سيدة هناء وبنحكي عن مشاركتك بهذا السوق. كيف خطرت على بالك الفكرة؟ مين عرفك على هذا السوق؟ كيف كانت مشاركتك وقديش قديش إلك مشاركة بهذا السوق؟ هلا الفكرة عندي أنا من شي 15 سنة. لما أولادي تقريباً سافروا كان كتير عندي فائض من التياب، كنا نعطيهم لحدا أوقيت نلاقيهم على الدرج التياب كونوا ماركات. لقينا حالنا أنه أو يستعملوا لأشياء ما لمنيحة، يعني ما يستفادوا منه. بعدين قلنا لا، إذا أخذنا شيء رمزي من سعر هالقطعة بجوز أنت تشتريها تفضليها تحبيها، انه ايه بدي اياها، مو انه استخدمها لمسح البلور او شيء. وكانت في قطعة تقيلة وحلوة يعني بتتأسفي عليها. ايه جمعنا شو ما بدنا اياه، ايه طلع هذا بيفيد لغيرنا، انه اللي ما بيلزمني بيلزمك. وكثير كانت شغلة كثير حلوة ولقيت صدى ظريف. ومرينا بعدين بقصة البلد اللي صار 2011، انا اخذت محل صغير استاجرته وكنت ناقله من بيت كبير لبيت اصغر، عندي مخدات وفرشات ولحف وصوبيات وكراسي، كنت بيعها بقروش بقروش يعني، بس مشان انه ما حدا يكبها. اي بتتاخذ ويدقوا علي الباب اوقيت بالليل الساعه 2 الله يخليكي، بدنا مخده، بدنا شرشه، بدنا جلاله، نفصل غرفتين. اي هي كثير شجعتني، وهذا الدعم جاني من رفقاتي كثير كثير ومن اهلي. احنا عملنا تقريبا جمعيه عائليه، قلنا بنفيد وبنستفيد بشو بهيك، تعطيكي متعه. حلو.
انه طيب حلو. ست هنا كمان خبرينا اليوم عن شروط المشاركه بسوق الفصول الاربعه، كل سيده فيها تشارك ولا لازم تكون ضمن مجموعتكم قديمه ولا عم تقبلوا ناس جداد؟ شو هي الشيء بيميز الفصول الاربعه عن غيره؟ لانه عم نشوف كثير من النساء والسيدات اللي موهوبين صاروا بأكثر من شيء، مهن يدوية، إعادة تدوير، حتى بصناعة الأغذية التقليدية، فخبرينا كمان عن هي التفاصيل. سؤال حلو كتير. هلأ شو بيميزنا عن غيرنا؟ نحن مصرين على كلمة سوق وما بنستخدم كلمة بازار مشان ما تحمل الصفة التجارية. تمام. هلأ سوق الفصول الأربعة لشغل الإيد أو المشاركة بأعمال يدوية قطعاً لازم تكون أعمال يدوية شغل الست، يعني احنا ما بنقبل حدا جايب من مصنع يبيع عنا. تمام. ما بنقبل حدا جايب شيء جاهز يبيعه عنا. هي بالنسبه للاعمال اليدويه، والاعمال اليدويه ما حدا بيتدخل بسعرها لانه صاحب العلاقه هو اللي بيقدر شو تعبه، شو حاطط مواد اوليه، شو هي، فهو حر فيها تماما. بالنسبه للموني كمان نفس الشيء، انه لازم تكون ماكولات بيتيه من البيت جايه، حدا او موني عامله كمان ما بنقبل يعني حدا جايب كونسر وكذا، مرفوض عنا تماما. نجي لعتيق للبيع. العتيق للبيع هو باختصار الجمله الفائض مما لدينا في منازلنا. يعني كلمه عتيق لا يعني انه لازم يكون عتيق، انت تمام. ممكن يكون زايد عندك فنجان قهوه لحاله ممكن تنزلي تبيعي. تمام. اي شيء بيخطر على بالك عندك زياده بالبيت، العاب، اكسسوارات، ثياب، ادوات مطبخ، كهربائيات، اي شيء، بس انه نحن ما عاد نحن بحاجه لإله، بس نحن في حدا ثاني هو بحاجه. تمام. هلا بعتيق للبيع الاسعار فعلا يعني مغريه لدرجه كبيره. وحاليا كثير في ستات معنا مثلا اولادهم سافروا، كناينهم، اخواتهم، هي كثير في عندهم ثياب واحيانا ماركات وشيء جديد جديد، يعني احيانا بورقته بس ما عاد في حدا يلبسه. تمام. لانه في حدا ثاني بيستفاد منه وبسعر مناسب وباسعار. اسعار سوق العيلة بالمجمل كيف؟ سوق العيلة ما بعرفه يعني انا ما رايح الفصول الاربعة. الفصول الاربعة لا كثير اسعار يعني ارخص من اي مكان ثاني، أرخص من أي مكان تاني. تمام. نحن اليوم عم نحكي عن هذا التنوع الكبير بالسوق، وعم نحكي عن سيدات مثل ما قلنا بمختلف الشرائح العمرية وأسعار منخفضة. قديه بتشوفي أنه اليوم نحن فعلا بحاجة هذا الشيء، بحاجة لهذا التنوع، لهي الأسعار المنخفضة؟ اليوم منفوت على محل منلاقي سعر القطعة شكل، منفوت على المحل بجنبه منلاقي أضعاف مضاعفة. شو بتحس اليوم قدم هذا السوق للعالم؟ هلأ السوق هو الحقيقة كل شيء، كل الأطراف في رابحة، يعني الصالة اللي منستأجرها رابحة، نحن كشغل عم يجينا دخل، اللي عم يشارك بالسوق هو من بيته يعني ما نتعبان مثل الأعمال اليدوية، يعني هو فائض عنده مثل ما قالت ست هنا أنه ممكن تعطيها لحدا وما يلبسها، فهي بالأصل يعني خلص منا كطاقة سلبية بالبيت، لأنه نحن بنعرف الاكتناز القهري بتجميع الأغراض، الأغراض بيجيب حتى أمراض بالبيت. فنحن من مبدأ تدوير الطاقة بكل بيوت، ومن مبدأ أنه أنا بستفاد وأنت بتستفادي، فالكل مستفاد. بس كان في أنا ما جاوبت على سؤال أنه كيف حدا بده يشارك؟ المشاركة مفتوحة للجميع، للجميع للجميع، بس بيتصلوا فيه وأنا بنظم لهم هي وبيدفعوا الرسم طبعا. تمام. أكيد. ستة هنا كمان خبرينا اليوم يعني من خلال مشاركتك انت بشو شاركتي؟ بسوق عتيق ولا الفصول الأربعة؟ بأكثر من شيء ولا بشيء معين؟ وخبرينا انتم اليوم بما انه كنتي عم تقولي نحن عائلة وصرنا رفقات، اليوم انتم عم تتعلموا من بعض، عم تاخذوا أفكار من بعض، أحيانا إذا شفتي حدا موهوب بشيء إعادة تدوير أو مثلا مهنة ممكن يجيك الفضول تتعلمي أو تحبي تعملي شيء؟ الحقيقة أنا بشارك بالعتيق للبيع اللي أو هو ما يلزمك من عندي، بشارك فيه كمان رفقاتي بيساعدوني، أهلي بيساعدوني، نحن ما عم أقول لك شغلة رمزية جدا جدا المبالغ اللي عم ناخدها، بس لا تشعري بقيمة القطعة، لتكون مساعدة. بتجي صبية بتاخد أي قطعة 500 ليرة، لا ما في شيء اسمه 500 يعني
إذا بدنا نقيس على أي سعر. بعدين نحن فريق فرق مسير رياضة، يعني أفكارنا حضارية، ما عندنا مشكلة يعني إنه ناخذ من بعضنا، إيه مو غلط. أكيد. كتير حلوة الفكرة. اليوم عم نحكي عن عائلة تانية غير العائلة الموجودة بالبيت، هي عائلة هذا السوق يلي جمع كل السيدات يلي حابين يشتغلوا، بالإضافة لأنه اليوم نحن في أمننا مثل فرص عمل للسيدة، بعض السيدات اللي بحاجة يمكن لمدخول مادي لو كان بسيط لكن هي بحاجة له، بعض السيدات بحاجة يمكن لمتنفس، بحاجة لتكوين علاقات وصداقات. قد ايه بتشوفي هذا السوق يمكن هو جمع كل الاحتياجات المرأة وبنفس الوقت بيساهم بتمكين المرأة ببعض النواحي؟ صحيح الكلام اللي قلتيه، لانه نحن السوق عندنا بيميزه فعلا انه جو عائلي، يعني احنا مثلا الظهر بتخف شوي الرجل علينا دغري نحن ممكن نشغل موسيقى ونرقص كلنا، ونرقص حتى يعني مو بس عربي، مثلا شركسي، ممكن حتى الاطفال اللي جايين بيرقصوا، فنحن في جو عائلي. في كثير سيدات بيقولوا لي انه نحن ما بنجيب كل اغراضنا مشان تم نقدر ناخذ بالسوق. حلو. مشان نيجي على السوق. حلو كثير. يعني احيانا بيكون مو انه بحاجه ليبيعوا ولا انه في زياده بس بدهم يجوا على السوق. فهو فعلا جو ما في ما هذا الجو ما في الحس التجاري بمعنى التجاري، وحتى في تعاون، يعني مثلا ممكن تجي حدا يسالها للست هنا انه عندك هالشغله، بتقول له ما عندي بس انا شفت على الطاوله الثانيه. حلو. ففي من ذي البعض. حلو كثير. انه لا هي عندها، لا هي عندها، حتى احيانا بتدخلوا بالاسعار، لا هي مغليتيه شوي، لا هي مرخصتيه شوي، فنحن الجو فعلا بكل معنى الكلمه هو عائلي. نعم. ويعني انا برجع على البيت ما بلاقي غير رسائل من كل الجدد، شكرا على هالسوق، على هالتجربه الجميله. على التجربه. نعم. يعني لحد هلا يعني الحمد لله، الحمد لله الكل عم يكون مبسوط. نعم. بالتجربة هي، ونحن مبسوطين فيكم، بنتشكركم، لكم موفقين يا رب، وإن شاء الله دائما بيرجع سوق الفصول الأربعة الشهر، يعني بالشهر كسوق لحاله. ايه تمام. وأكيد نحن بنتمنى هالشيء كثير. حتى في بإحدى الأسواق ست كانت عم تشتري قالت لي أنا رحت اشتريت من السوق من الأعمال اليدوية لأنه حرام هدول تعبانين بشغلهم. يعني حلو. في ناس بتفكر هيك، قالت لي ما بدي اشتري من عتيق للبيع، لا بدي اشتري من هدول لانه هدول تعبانين. اكيد. نحن بنتمنى نسمعكم كثير، بس خلص وقتنا، ونتشكركم على نحن قريبا جدا كمان عندنا سوق، يا بده يكون ب 11 يا 18 شهر حسب ما يحددوا لنا. اكيد ناطرين. ونشاطاتنا بمشروع دمر، واهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. شكرا لكم مره ثانيه، وكل التوفيق لكم، وتحيه كبيره لباقي السيدات اللي ما قدروا يكونوا معنا. شكرا لكم.